أعلنت قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة عن سيطرتها الكاملة على بلدة سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق بعد معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أشتي كوتشر القيادي في قوات البيشمركة أكد في تصريح صحفي ظهر اليوم فرض قوات البيشمركة سيطرتها بشكل كامل على قضاء شنغال، كما أكد وقوع نحو 30 جثة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في يد البيشمركة الكردية. من جهته أكد بارزاني محمد مقاتلي بيشمركة روج أفا في اتصال هاتفي مع أرا نيوز سيطرة قوات البيشمركة الكردية على قضاء شنغال بشكل كامل، مشيرا إلى مشاركة قوات بيشمركة روج أفا في تلك المعارك وسقوط شهداء منهم. من جهة أخرى أعلنت وحدات مقاومة شنغال وقوات الدفاع الشعبي هي بي جي صباح اليوم الجمعة عن تحرير قضاء شنغال من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدة أن الحملة لا تزال مستمرة حتى تحرير محيطها وقراها بالكامل. وكانت قوات البيشمركة الكردية قد أعلنت أمس الخميس عن بدء عملية استعادة السيطرة على بلدة شنغال في محافظة نينوى شمال العراق بمساندة ودعم جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة وحدات حماية شنغال وقوات الدفاع الشعبي. هنا أرا نيوز.